لما هي أخذت الهواية من والدها اللي هو أنا، وهي طفلي ما كان يلفت نظرة الألعاب، يعني كأي طفل يعني أو طفلي كان يلفت نظرة الألوان أو الأقلام، كان دائما بإيد القلم أو الورقة وعم تشخوت. لما عندي لما إنساني حساسي ودقيقة، بتحب الترتيب، بتحب النظافة، بتحب النباتات، بتحب الطيور. هذا وضع لما طبعا بعد ما بتاخذ قهوته بتدخل على مرسمة، بتقضي 24 ساعة تقريبا في مرسمة، هلا حياتها كله مرسمة. طبعا نحن بفترة القصف والحرب اللي فرضت علينا فرض، كان في رعب، كان في خوف، يعني شيء لا يطاق. نزحنا للريف ولمحافظة إدلب وتوزعنا، وصار في تنقل كثير من ريف لريف، وعانينا كثير وتعبنا كثير. وأنا أب لخمس أولاد يعني، فكان في معاناة كبيرة كبيرة. وحتى يعني في فترة النزوح وصلنا لأني ننام في البراري مثلا، صرنا ننام في البراري، ما بقى في أمكن للناس أن تستقبل الناس اللي نزحت، يعني كان في معاناة كبيرة. ومن ضمن المعاناة أني هودي الناس اللي الصم والبكم ما بيسمعوا الأصوات، بما انه ما بيسمعوا الاصوات، واذا حسوا بشيء راح يحسوا بالرج، اللي الرج تبع مثلا صوت القنبله او الطياره او الصاروخ، يعني سمع ما بيسمعوا. لكن وقت اللي القصف بيصير بمنطقتهم اللي هن فيها من خلال الانفجار ليحسوا اني صار في شيء. ومن خلال هالحكي هذا طبعا لما بتلتفت لهالامور هاي بتحس بالوضع، بتوثق. وبعتقد اللي بيشوف لوحات لما هي تاريخ للثورة السورية اللي صارت. لما عانت كثير ونحن عانينا كثير، بما انه ما عندنا اشارات عالميه، يعني اشارات عباره عن منزليه ضمن مجتمع، يعني ضمن الاهل، خارجيا كان التفاهم معها صعب. لكن شوي شوي الحمد لله اشارات تطورت، وصاروا كل الناس يتفهموها ويفهموا عليها ولا يحسوا اني ناقصه شيء. هاللما لما قد ما عانت بفتره هالنزوح والحرب اللي خلاها تجسد هالصورة هاي، لوحاتها يعني بترجع للوحاتها، برجع بقول لك اني تاريخ الثورة السورية بلوحات لما، المعاناة اللي شافتها لما جسدت على لوحاتها.
أنا اللي خلاني استغرب في لمى إني بتقلي مثلاً بابا أخذني مشوار وتكون أخذتني على الأماكن المدمرة، بتطلع وين في بناي التدمير تبع غريب بتصوره. طبعاً لما عن طريق الإشارة تبعتها خبرتني إني تتمنى أن توصل للعالمي أو يكون إلى معرض خارج سوريا، هاي أمنيتها الوحيدة كانت، وإن شاء الله نحن بنتأمل من الله سبحانه وتعالى أن توصل لهالمرحلة هاي.